احيانا يصاب الانسان بمصيبه ما يعلم ان هذه المصيبه خيرا له في يوم من الايام يقول احد وكلاء النيابه رجل يعمل في مخفر شرطه يقول جاءني رجل كبير بالسن مهموم يريد ان يشتكي قلت له يا حج ماذا عندك؟ قال يا ابني انا رجل مسكين عندي سبعة أبناء كلهم عميان ما في ولا واحد فيهم يبصر يقول في يوم من الأيام علمت أن اثنين من أبنائي أستطيع علاجهما أخبرت عن طبيب حاذق في مدينة أخرى لكن أحتاج للعملية ما يقارب الألف دينار ألفين دينار يقول فقلت له طيب وما الذي حصل يقول كنت في ذلك اليوم جهزت السياره وفيها الفا دينار وذهبت لاتي بابنائي لنركب السياره ونسافر انا فرحان ان اثنين من ابنائي سيبصران يقول لكن لما خرجت لم اجد السياره السياره سرقت والمال فيها تخيل واحد يجمع المال منذ زمن طويل ما عنده فلوس هو على قد حاله اصلا بالغصب جمع هذه الفلوس عشان يعالج اولاده فلا هو سلم من السياره ولا من الاموال ولا يستطيع ان يعالج ابنائه يعني شوف الهموم التي ركبته قال الضابط لهذا الرجل قال يا حج لعلها خير ما تدري لعل هذا الذي حصل خير لك ولو اطلعك الله عز وجل على الغيب لما اخترت الا واقعك. شفت هذا الواقع اللي انت فيه؟ هو افضل ما تختاره لنفسك لو اطلعك الله عز وجل على الغيب. يقول لم يهتم الرجل فالهم كبير ما اهتم لكلامي. يقول وخرج من عندي اخذنا المعلومات عن السياره يقول وبعد اسبوعين وجدوا السياره في الصحراء. الحمد لله السياره سليمه. كلمتهم قلت لهم فتشوا في الادراج تجدون 2000 دينار قالوا نعم موجوده سياره اخذها اطفال صغار يلعبون يركبون السياره اخذوها لما خلص البنزين الوقود وضعوا السياره في الصحراء ومشوا خلوها يقول الحمد لله سياره سليمه وفيها 2000 دينار فاتصلت مباشره على الرجل وجاءوا به الى المخفر يقول فاخذت فاردت ان ابشره قلت له يا حج عندي لك بشاره قال وأنا أيضاً عندي لك بشارة فقلت له قل لي بشارتك قال لا أعطني بشارتك أولاً فقال الضابط لكبير السن قال يا حج وجدنا السيارة سليمة ليس بها شيء والحمد لله وجدنا الألفين دينار موجودة يقول الرجل ما تأثر كثيراً قلت له يا حج وما بشارتك قال أرأيت الولدين اللذين كنت ساعمل لهما عمليه لارجاع البصر قلت نعم قال ارجع الله لهما البصر بغير عمليه الحمد لله فجاه هكذا رجع لهما البصر كيف الله عز وجل قدر ان تتاخر العمليه حتى يرجع لهما البصر بغير عمليه وربما لو عمل العمليه افسد العينين يقول ارجع الله العينين بلا عملية ثم ارجع السيارة وبقيت الاموال ارأيت لعله خير قد ترى المصيبة بحد ذاتها مصيبة لكن ما تدري لعل الله عز وجل كتب لك بها الخير فقل دوما لعله خير قل دوما لعل الله عز وجل أراد بي الخير وأراد بأهلي الخير وأراد بمالي الخير وأحسن الظن بربك جل وعلا